في جولة خاصة وجديدة من برنامج رواد الجودة، توقفت قافلة الجودة عند محطة هامة من محطات الاستثمارات الدولية في مجال صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية. سان فارما، واحدة من كبريات شركات الأدوية على مستوى العالم، وتطلع سان فارما بتصنيع وبيع الأدوية عالية الجودة وبأسعار جيدة في أكثر من 150 دولة عبر 6 قارات. سان فارما، الشركة الدولية الهندية المتخصصة في تصنيع وترويج المنتجات الصيدلانية ذات العلامات التجارية، وهي شركة هندية استطاعت أن تحقق نجاحاً كبيراً ساعدها على توسيع استثماراتها في العديد من الدول والقارات. وقد بدأت الاحتفالية باستقبال وفد البرنامج داخل مقر الشركة بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر. سان فارما.